هاي خالصين يا سلام. شوي شوي تكون فيديو هلا كمان رح اعمله ستيك كتير طيب مع البطاطس موس او زبده وشو وزيت تمام. وهلا ريحه بتجنن. شايفين هالسوائل متى ما طلعوا معكم شو بتعملوا؟ بتشيلوا الصدوره بتحطوهم بمقلايه ثانيه. هذا السائل بدي اعمل منه صوص. هلا شو بنزل بشويه زبده هون كمان مره ثانيه. شيل الصدوره وبنزلهم ثاني مره هون. الله الله يلا خذوا مني احلى حركات وبركات. لتحافظوا على الصدر من جوا الجوسي لما صار عندكم 72 خلاص بتشيلوه جاهز. الميات اللي حفظتهم اول شيء هلا بحطهم فوقهم. ساعتين من الطحين تمام؟ حمسهم شوي مع هالزبده والزيت والنكهات كلها. في نص لتر حليب. تحريك حتى يصير عندنا احلى صوص. اخر شيء شويه صويا. بسم الله. وهي صاروا جاهزين معي. هلا بدي صفيهم قول كمان بسم الله. دائما شباب دائما وابدا بسم الله. طلع عندي هون صوص يعني شيء اسمه دلعني. شكرا كله. شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا البن ما في داعي احكي لكم هو لحاله مبين.